حكاية شعبية من كوريا. الحصاد. في إحدى قرى كوريا عاش شقيقان مع والدهما. كان الأخ الأصغر جونسو يغر بجد ويتعامل بلطف مع كل من يقابله، أما الأخ الأكبر يوكا فكان متعجرفا وفخورا بنفسه. في كل ليلة كان الأخ يذكر ابنه بأن ما يزرعانه سيحصدان، ويسيما بأن يعيشا معا في المنزل ويعملا معا في الحقل. لكن عندما مثلا لم تحترم يوكا وصية والده وقام بإخراج شقيقه جونسو من المنزل، فضل جونسو يسير حتى وجد بعض الأراضي التي لا يزرعها أحد، فقام باستصلاحها وزراعتها. وخلال الأعوام التالية تزوج جونسو وأنجب 3 أطفال وعاش سعيدا مع زوجته وأطفاله. في أحد الأعوام قلت الأمطار وجفت الأرض ومات المحصول، فقرر جونسو الذهاب إلى أخيه ليطلب منه بعض الأرز كي يطعم زوجته وأولاده، لكن يوكا لم يساعد جونسو بل وقام بطرده. سار جونسو حزينا، وعندما خرج من القرية سمع صرخة على شجرة قريبة ورأى ثعبانا يهاجم طائر السنون، وكان السنون يرفرف بشدة محاولا الهروب ولكنه سقط على الأرض. أمسك جونسو بالطائر واكتشف أن ساقه مكسورة، فقطع قطعة قماش من قميصه وربط بها ساق الطائر، ثم طرد الثعبان وعاد الطائر إلى عشه، ثم عاد إلى منزله. خلال الأيام التالية عانى جونسو وأسرته من الجوع، لكن وبعد مرور شهر بينما كان جونسو وأسرته جالسين في منزلهم سمعوا صوت طائر السنونو الذي دار حول المنزل 3 مرات، وبعدها أسقط بذرة كبيرة في بقعة رطبة من أرض المنزل. والمدهش أن البذرة بدأت تغوص في التربة وتنبت جذورا، وفي غضون دقائق أصبحت البذرة شجيرة ونمت الشجيرة وكبرت بسرعة وظهرت ثمارها وكانت عبارة عن بطيخ جميل المنظر. في غضون ساعة نضج البطيخ، فقام جونسو بقذف البطيخ، وعندما بدأت العائلة في التهام البطيخ تساقطت منه العديد من العملات الذهبية. وخلال أيام أصبح جونسو وعائلته أغنياء واشتروا الكثير من الطعام والملابس الجديدة، كما اشتروا منزلا كبيرا وأرضا خصبة. وعندما سمع يوكا بما حدث مع شقيقه جونسو شعر بغيرة شديدة، وظل لأسابيع يبحث عن طائر سحري إلى أن عثر على طائر صغير ساقه مكسورة، فالتقطه وقال له: أيها الطائر الصغير سوف أساعدك إذا كنت ستساعدني. نظر الطائر الصغير في عيني يوكا وأدرك أنه شخص جشع، وقام يوكا بربط ساق الطائرة المكسورة ووضعه في العش. وعندما شفيت ساق هذا الطائر طار إلى منزل يوكا وحلق 3 مرات فوق المنزل، ثم أسقط بذرة تجاه الثربة الرطبة في المنزل، وبسرعة نمت البذرة وأنبتت شجيرة وأثمرت الشجرة بطيخا، ثم تضخم البطيخ حتى أصبحت كل بطيخة طويلة مثل رجل. فرح يوكا بما يرى واختار أكبر بطيخة وشقها على الفور، خرج من البطيخة مجموعة من اللصوص وانقضوا على ما في المنزل يوكا وسرقوا ماله واختفوا سريعا. أصيب يوكا بالصدمة لكنه زحف إلى ثاني أكبر بطيخة وقام بشقها بلهفة، فخرج منها 100 فأر هرولوا لمختلف أرجاء المنزل، ثم بدأ البطيخ السحري في الانفجار من تلقاء نفسه، وخرجت منه آلاف الحشرات والكائنات الضارة والتي غزت المنزل. وفي غضون ساعة تم تدمير ممتلكات يوكا تماما. هرب يوكا من منزله وأرضه المدمرة، وخلال الأيام القليلة التالية تنقل من قرية إلى قرية ليطلب من الناس أن يعطوه ما يأكل. وفي أحد الأيام وأثناء بحثه عن من يعطيه الطعام رأى يوكا أخاه جونسو على بعد بضعة أقدام وهو يحمل فأسا، فقرر يوكا أن يبتعد، لكن جونسو لحق به. فقال يوكا وهو ينظر خجلا من الأرض: لقد فقدت كل شيء يا أخي، ليس لدي مكان أذهب إليه ولا طعام، لن ألومك اضطرتني كما فعلت معك. لكنه شعر بيد أخيه تربت على كتفه برفق، وقال جونسو: تعال يا أخي، دعنا نعمل معا ونزرع معا، فما نزرعه هو ما نحصده. نظر يوكا إلى شقيقه جونسو والدموع تملأ عينيه، ثم أمسك الفأس من يد أخيه الأصغر وصار